بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع خطبة اليوم: والله يدعو إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، كشف الله به الغمة وأزال به الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين صحابته الغر الميامين. معاشر الفضلاء، أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال للنبي: صاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: إن مثل صاحبكم هذا كمثل رجل بنى دارا وصنع مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له يفقهها. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس. رواية. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث المبارك هو منتزع من قول الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية من سورة يونس جاءت في سياق عجيب جدا، يبين مرحلتين مهمتين في حياة المسلم: مرحلة الدنيا ومرحلة الآخرة، وكيف بين الله عز وجل أحوال الدنيا بمثل فريد رائع. جاءت قبل من الآية: والله يدعو إلى دار السلام. قال الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم خالدون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله يدعو إلى دار السلام. فضربني الله سبحانه وتعالى المثل بهذه الدنيا هي سريعة الزوال، سريعة الزوال، مهما ملك الإنسان. مثال عجيب جدا: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض،
كتكون الأرض ميتة كينزل الماء تهتز وتربو وتزين، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وزينت أخذت زخرفها كالعروس، كنقول العروس أخذت زينتها. لما كنبغيو نزفوا العروس للعريس نأتي بكل طريف وجميل يزيد من أناقتها وجمالها، ما كنخليو شي ما كنديروا بها ليها، كنزيدوها جمال في جمال لتؤخذ يوم زفافها إلى عريسها. هكذا الدنيا حتى زينت صلاة مستوى عالي جدا، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. شوف أنا وياك كم تتوق أنفسنا للشيء، نفسك تروح لحاجة، دار، امرأة، سيارة، منصب، لكن بمجرد ما تمتلك المبتغى غير كتشدو في يديك شهر شهرين ثلاث شهور كيدمل في يديك، كتبقى عنده قيمة بالنسبة لي، فتتوخ إلى آخر. وهكذا يجرك الشيطان من أمل إلى أمل، فإذا هو فبينما هو كذلك إذا هو بالخط الأقرب أنت غادي من أمل لأمل في غفلة حتى يأتي ملك الموت، مش همسك الباب. هذه الدنيا وظن أهلها أنهم قادرون عليها، زينت بالثمار والحبوب والزروع والأب والكلع للأنعام، وجاء وقت الجذاب والحصاد، كتخرج المروج تلقى المروض والزهور كل شيء أينع. فعندما جاء وقت الحصاد والجذاب بغينا نحصدوا ونتمتعوا، أتاها أمرنا ليلا ونهارا. مكر الله خطير جدا، لا يأمن المسلم مكر الله. احنا كنا نعسو كنقولوا الصباح غادي نديرو، تنوض ولا ما تنوضش. وظن أهلها أنهم قادرون عليها. شو حنا اليوم؟ كتسول الناس كنقول الحمد لله كل شيء كاين، احنا قادرين اش نديرو، عارفين اش كنديرو، كنديروا السدود ونجمعوا المياه ونديروا الفلاحه، السطلت في السماء الاحمر الصناعيه واللي تحرك نضبطوه، وما كاينش يتحرك، والاسلحه الخطيره جدا اللي كنعرفوا اللي ما كنعرفوش. فظن اهلها انهم قادرون عليه، خصنا من وصلوا لهذا المستوى خصنا نخافوا، خافوا هذه لنا علامة الساعة. وظن اهلها انهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كل شيء مشي، حنا تشحن مكان الباب. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى يخاطب أهل القلوب الحية وأهل العقول النيرة ممن يستجيبون لله ورسوله، على الأقل غير في جانب الموعظة خصنا كلنا نتحركوا، القلب خصو يتحرك، احنا في غفلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الحياة السريعة الزوال اللي احنا كنتخاصموا من أجلها وندعى ويفرق الأب الولد ديالو والرجل الزوج ديالو والجار الجار ديالو، على هذه احنا ما خلقنا لهذه. هذه الدنيا هي وسائل وليست غايات، وسائل استعملوها بالدين، ما نخليوهاش تدخل قلوبنا. لماذا؟ بعد ان ذكر الله عز وجل قصه الحياه، هذه القصه ديالها هي هذه، ما نزلت من السماء تخلط مع النبات ازدهرت الارض وقت الحصاد جاء امر الله ادى كل شيء، هذه الحياه. اذا ما هو المبتغى مني ومنك ومنك يا ايتها المؤمنه؟ أشو يبغى من الله تعالى؟ نعم نعيش في الدنيا، نأكل الحلال ونشربوا الحلال ونلبسوا الحلال ونصرفوا بالحلال، ماشي علينا بالزوايا والتكايا، ما أنا غادي نزهد ولا ما غادي ندير والو، لا
الإثم في الحلال، ولكن عرف راه الدنيا كلها وسيلة. ذلك الله وسيلة، ليش؟ جات بعد منها مباشرة، والله يدعو إلى دار السلام. وهذا قلت منه انتزع قول النبي صلى الله عليه وسلم: جاءته ملائكة وهو نائم. ناس، هل الأنبياء تنام قلوبهم؟ لا، الأنبياء مش بحالنا، احنا كنعسوا كلنا، نعس العين، نعس القلب، نبيت في كوابيس وما إلى ذلك. لا، هؤلاء الأنبياء لا يغفلون عن الله حتى في نومهم، العين مغمضين ولكن القلب حي يذكر. فالشاهد عندنا من الحديث الطويل أن هؤلاء الملائكة ضربوا للنبي مثلا. شنو المثل ديال النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجل بنى دارا وجعل فيها مأذبة وبعث داعية، هي هذه. والله يدعو إلى دار السلام، والله جعل سببا وداعيا لهؤلاء الناس، هذه الأمة، باش جيء عن سيدي ربي يدعو إلى دار السلام. وسماها الله عز وجل، سماها دار السلام. شوف الدنيا كيفاش مثلها لنا، قصة سهلة 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 الزواج. وسمى الجنة، والله يدعو، والله يدعو كعيد كينادي: تعالوا هلم يا عبادي، فإني أعددت لكم في دار السلام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سماها الله عز وجل دار السلام لأنها سليمة من كل نقص ومن كل عيب، وسليمة كذلك من الزوال. الدنيا تزول، الآخرة لا تزول. والله يدعو إلى دار السلام، فهل من مستجيب؟ هو الحي، لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وانظروا معاشر الصالحين إلى السياق القرآني المتسق العجيب. والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فأنت تسمع هذه الكلمات الربانية، الله يدعو إلى دار السلام، ونفسي ونفسك وأنفسنا جميعا تتشوف وتتطلع إلى السبل الموصلة إلى دار السلام. اللي كتسمع ربي سبحانه وتعالى كيقول لك تعالوا إلى دار السلام، يا ربي كيفاش نجيو؟ كيفاش نجيو دار السلام؟ كيفاش نديرو؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الأسباب، بغيتي تدخل دار السلام، قال لك للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا في عبادة ربهم، للذين أحسنوا في طاعة نبيهم، للذين أحسنوا للخلق، الإحسان للخلق، باك أمك رحمك جيرانك الضعاف الفقراء بالفعل والقول. إلى عندك أخي فعل تصدق، أعطاك الله العضلات، تعاون بما ما يقدرش يهز شي حاجة، أي نعمة أعطاها لك الله سخرها باش يزيدك الله فيها. ولا ما عندكش بالقول، إلا ما عندكش كتي ما كتكلمش، على الأقل ابتسامة. أنت أنا وياك عاجزين باش أن نبتسم للناس، ابتسامك في وجه أخيك صدقة. يجب أن تعم الابتسامة بين الناس، ابتسم للناس يا أخي الكريم، ما لكش قصر، أنت رابع. للذين أحسنوا، هادو اللي داروا هادشي كنقول، للذين أحسنوا، أش عندهم؟ الحسنى. يوم القيامة في دار السلام، في عند الله، في مأدبة الله، هناك ماذا؟ هناك الطعام، هناك الشراب، هناك الحور، والنساء اللي كيسمعوا الحور العين كيغيروا،
المرأة المؤمنة تكون في الجنة أحسن من الحور العين. هذوك اللي خلق الله تعالى المؤمنة الصابرة المحتسبة في دنياها يوم القيامة تكون أفضل من الحور العين. المراحل إلى آخره، السرور المتقابلة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. ما هي الزيادة؟ اللي غادي يعطيك الله تعالى هادشي كل شيء، وهي رؤية الله عز وجل وسماع صوته. رؤيته وسماع صوته، وأنا قلت هذا الكلام كم مرة، الأفضل لك أيها المدعو إلى عيتك السلطان قال لك أجي عندي، الأفضل يعطيك الجائزة بلا ما يشوفك ولا يشوفك. أعطى الناس الجوائز ما شافهمش، وناس شافهم وعطاهم الجوائز، وشافهم وعطاهم الجوائز. شكون الأفضل؟ اللي شافوا السلطان، هذا سلطان الدنيا. فعندما يعطي الله عز وجل عباده المؤمنين كل خير في الجنة يسبغ عليهم رضاه ويكشف الحجاب. فما أعطي أصحاب الجنة عطاء كرؤية الله تعالى. الذين أحسنوا في الدنيا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، وجوههم كتشرق يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوههم مشرقة تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ذاك الشيء كانوا كيديروا في الدنيا، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الخوف ديال الدنيا احنا كنخافوا، يكون عندك جد ريال تقول واحد النهار تحيد ليا، عندي الصحة واحد النهار تمشي ليا، هناك الخلود. والذين كسبوا السيئات، اللي ما عمرهم التفتوا لهذه الدعوة يا سيدي ربي والله يدعو إلى دار السلام. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، الله عادل، عادل سبحانه وتعالى. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين مئة ضعف، والسيئة بواحدة العدل. لكن ترهق وجوههم قتر ولا ذلة، كيفاش كيكون يوم القيامة؟ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها ترهقهم ذلة، تخشاهم، ما يقدروش يهزوا راسهم بالذل اللي هما فيه. وكيف تكون وجوههم؟ وجوه الجنة مشرقة مضيئة، وهؤلاء وجوههم كيديرة قاتمة مسودة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله يدعو إلى دار السلام، فهل من مستجيب؟ صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نخف وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن نسمع نادي الله ونادي رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وخصوص الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عنا معهم. اللهم انصر دينك وكتابك سنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر أمير البلاد وملكها محمد السادس، نصر تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ في ولي عهده وشقيقه وسائر أسرته. اللهم هيئ الأمير بطالة خيره، تريه الخير وتدله عليه، وتريه الشر وتبعده عليه، عنه إنك ولي ذلك القادر عليه. إخوة الكرام، لكم إخوة مرضى، سأل الله سبحانه وتعالى شفاءهم. يعني واحد أخذنا مسكين من الصالحين، يعني دب لي هذا المرض ديال خبيث الكونسير، اللهم اشفيه، وغيث الواحد العملية، سأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اشفيه، اللهم اشفيه، اللهم اشفيه، وعافيه، وفرحنا به، وأطل عمره وزكيه. كذلك واحد الأخت أستاذة مسكينتها هي أصابها الخبيث، الله يعافيها، الله يشافيها، الله يطب السقم ديالها. وإخوة كل كاين المرضى كثار، فالله تعالى يشافيهم جميعا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عاف المسلمين، اللهم عاف المسلمين، اللهم عاف المسلمين، إنك ولي ذلك القدر عليه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والدرس إن شاء الله بين العشاء.